نشطاء كتبوا على فيسبوك موجهين رسالتهم إلى الحكومة الحالية، يقولون لها: هل إلى هذا الحد أصبحت حياة وسلامة المواطن بلا أدنى قيمة عندكم؟ لماذا لا تتحركون قبل أن تقع كارثة جديدة؟ نتابع. هذا جسر السويس، كل سيارة تروح وتجي عادي، من يقع ويتفلش والناس تموت بعدين راح يهتمون. وأتمنى من الإعلام العراقي أنه تسلط الموضوع على هذا الجسر، شوفوا الناس، شوفوا سيارات رايحة جاية عادي، يعني مشكلة ماكو، بس هذا لازم يلاقون صورة حل بأقرب وقت. نتمنى من الجهات المعنية أنه تلتفت لهذا الموضوع. الله كافي، دمرونا، الله وكيل.